شباب زميلكم بيسأل سؤال مهم جدا، بحكي لك انه انه الموديل نفسه هل هو بيكون عارف انه في عنده ايرور ولا لا؟ هو بيكونش عارف طبيعة الحال، تمام؟ فعشان هيك انت في مرحلة الايفالويشن تيجي بتحسب له الايرور، تيجي بتحسب له الايرور قديش انه هو انه صار في انه خطأ في تصنيف النتائج تبعه. بس فبصير الآن إنه طب ماشي، بدنا نعدل الوضع. تعديل الوضع هو كان بيحكي إنه هل أنا بقدر أعدل على الجرثم نفسه؟ هو في الوضع الطبيعي إنه أنت ممكن تعيد البروسيس كلها بالكامل من الأول، يعني بتبدأ من أول التعامل مع الفيتشرز تبعت الداتا سيت. ممكن يكون الفيتشر هذا إنه بيخرب أصلاً على النتائج، تعمل له دروب. ممكن يكون إنه في عندك ميسنج فاليو كتير تعملها هاندل. ممكن يكون في عندك نويز بدك تشيلها. هذا كله شغلات متعلقة بمعالجة الداتا سيت واحنا حنتعرض له. او ممكن يكون انه الماشين ليرنينج موديل نفسه محتاج معايير، فبالتالي انت بتجرب تعمل يعني تونينج للهايبر باراميتر تبعته، زي ما حكينا الكي ار ان، ايش الفاليو اللي بتجيب لي افضل اكيرسي، البيست اكيرسي، ايش البيست فاليو للكي، هل هي تكون 7 ولا 5 ولا 12 ولا 11. فممكن اجرب اكثر من مره واجيب انه نتائج زي هيك. في باراميتر ثانيه، انت وين الباراميتر هذه ممكن تشوفها؟ ممكن تشوفها هنا بالدوكيومنتيشن. ممكن تقول في عندك ديسيجن تري كلاسيفاير، شوف لي ايش الباراميتر هاي وبشرح لك اياها واحده واحده. هنا بيجي بحكي لك هنا كريتيريون، انه انت في عندك خيارين اللي هو الجيني والانتروبي، تمام؟ والديفولت هي الجيني، فبالتالي انت لو ما اديتش البارامتر هذه خلاص هو بياخذ الديفولت. هذه في طريقه معينه بيحسب فيها انه الاتريبيوت اللي حيعمل عليه سبليت، وهذه في عنده اسلوب ثاني. انت ممكن تقترح الطريقه تبعتك وتصير تمرره باراميتر هنا. او خلينا قبل ما نحكي على هذا الكلام انه انت ايش البارامترز اللي بدك انه انت تتعامل معاها، فانت ممكن تجرب هاي تشوف النتائج كيف، بتجرب هاي بتشوف النتائج كيف. هذه هايبر باراميتر تونينج. تعال للباراميتر الثاني سبليتر، انت في عندك بيست ولا راندوم، والديفولت هو البيست. ايش الراندوم؟ ايش الاستراتيجي اللي انت بتستخدمها في السبليت لاي نود؟ انت بتختار البيست نود ولا اي نود عشوائيه؟ الخيارين متاح، خيارين متاح. فانت ممكن تشغل الالجوريثم تيجي تحسب النسبه الدقه تبعته في حال كان راندوم وفي حال كان بيست، كيف النتيجه تبعته. الماكس ديبث قديش اقصى يعني عمق للشجره انت بدك تعمله، بتشوف بتجرب قيم مختلفة، تمام؟ وعلى هذا الأساس إنه أنت بتشوف النتيجة إنه تحسنت ولا ما تحسنتش. طب أنا بدي أجرب يعني أو بدي أتعامل مع شغلات معينة في بنية الخوارزمية نفسها، ساعتها بدي أعدل الألجوريثم نفسه. إنه أنت مثلا على سبيل المثال في الكريتيريون هنا بدك تقترح مثلا شغلة ثالثة غير هذول الثنتين. بقول انا والله في مخي معادله بدي ادمج فيها مثلا بين الانتروبي والكورليشن مثلا، واجرب هاي الشغلات وانه يخلي على اساسها انه هو يحدد يعمل سبليت للتري. او مثلا بدي اعدل شغله معينه في يعني في اليه التدريب، انه هو كيف على اي اساس انه هو بعمل تريننج. فهذا الكلام انت وين ممكن يعني تعمله؟ انت عندك في بترجع هنا على الجيت هاب، تمام؟ وبتروح هنا على الباكج هذه اسكيلر. على ايش بدك تعدل؟ على الديسيجن تري، بتروح على التري. ايش الالجوريثم اللي انت بدك تعدله؟
هنا بي واي اكس مش انه سورس كود شو اسمه انت عندك في هذا الفايل كلاسز في كل الالجوريثمز في عندك هنا البيز ديسيجن تري هذا كونستراكتور هاي دالة الفيت تبدأ بتعدل فيها هنا زي هيك تمام هاي اكسترا تري ريجريشن هذا كلاس تاني وهكذا فبالتالي انه هاي انت ممكن تعدل عليها هنا والاسلوب انه انت من البداية ايش بتروح بتسوي بدك تعمل الجورثم جديد بتروح بتعمل فورك في الاول تمام بتصير في الحساب تبعك تعمل التعديل تعمل له كوميت تعملهم بول ريكويست انه انا في عندي يا جماعه تعديل في الالجوريثم يا بيقبلوه يا بيقولوا لك التعديلات تبعتك اي كلام ملهاش لازمه تمام لكن في كل الاحوال لو انت عملت تعديل على النسخه تبعتك ساعتها بتصير تستخدم الاسكيلر الباكج هذه اللي خاصه فيك انت نعم تمام وضحت الامور ايش يا استاذ بيتس اللهم صل على سيدنا محمد الموضوع اللي هو بحكي فيه كنت اسالك قلت لك انا مش يعني مش ايش بالعمل يعني امسك الموديل واغير يعني برامج برامج في الا يكون يعني مثلا في برامج هذه بتاثر في دقه في دقه يعني لسه عنا لقدام حتعقد المواضيع اكثر حناخذ حاجه اسمها جريد سيرش هو بروح لحاله بدور في عده باراميترز وبروح بقول لي من الخمسه باراميترز هدول هي البيست فاليو لهم لوحده اوتوماتيك تمام بس بدي تشدوا لي حالكم هيك شويه في البرمجه وانه انت تصير يعني اسرع شويه في الكودينج عشان انه نصل لمرحله متقدمه زي هيك يعني